من تونس معي دكتور عليا العلاني الخبير في الجامعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عليا. بعدما خبت جاذبية الإرهاب بشكل عام بعد خسارته للمعاقل رئيسة ببلدان عدة، ما فرص القاعدة اليوم بتونس وما الذي يجذبها هناك؟ مساء الخير. أعتقد أن القاعدة عادت منذ فترة قليلة، وكنت قد أشرت على قناة الآن منذ أشهر أن القاعدة بصدد استرجاع أنفاسها، وأنها ترصد عودة المقاتلين من داعش، والصحف الإنجليزية تحدثت عن إمكانية تجنيد عناصر داعش في صلب القاعدة باعتبار أن داعش خسرت الأرض وخسرت الموارد. إذا هذه الطبخة الجديدة هي في الحقيقة جديدة في الاسم، ولكن في يعني عندما نتأمل نجد أن جزءا هاما من القاعدة ومن أنصار الشريعة التحقوا بداعش عندما كانت داعش في أوج قوتها. اليوم داعش خسرت يعني موقعها، وبالتالي هناك تجنيد عكسي يعني لما كان يحصل في السابق. بالنسبة إلى تونس، كيف سيكون هذا التجنيد؟ قبل التعليق على موضوع تونس بالتحديد دكتور عليا، كيف سيكون هذا التجنيد؟ في مصادر أمنية تونسية تقول بأنه الإرهابيين بهذه المرحلة يبحثون عن قضية جديدة، قضايا جديدة يقاتلوا من أجلها، ماذا يمكن أن تكون؟ يعني بالنسبة إلى القضايا يمكن أن يفتعلوها في بأي شكل من الأشكال. هناك قضية دائما مركزية لدى القاعدة ولدى داعش في أن الحكام العرب والمسلمون لا يطبقون التعاليم الإسلامية، وهناك أيضا حديث عن أن موجة التحديث في تونس هي تتعارض مع ما يؤمنون به من أفكار متشددة. وبطبيعة الحال أعتقد أن هذا الكلام هو يعني التعليلات الظاهرية، لكن أتذكر أني قلت على قناتكم أن القارة الإفريقية مقبلة بعد انسحاب داعش وبعد تدهور وضع داعش، القارة الإفريقية شمال إفريقيا بالخصوص والساحل الإفريقي مقبلة على مرحلة شديدة التوتر. وما نراه اليوم يعني من عمليات مسترسلة من طرف داعش والقاعدة بالخصوص في شمال أفريقيا، وآخرها عملية هذا اليوم في بنغازي، والتي لحد الآن المعلومات التي لدي أنه هناك شهيدين و66 جريح، تبنتها القاعدة. أي هناك عودة، يعني لم تتبنها رسميا، ولكن كل الدلائل والمصادر الوثيقة أكدت لي أن وراءها القاعدة. وبالتالي القاعدة الآن تستغل الفراغ الأمني في ليبيا، وتحاول أن تستغل بعض القضايا الفكرية التي تريد أن تؤولها على طريقتها، وتريد أن تستغل أيضا الفراغ في زعامة وقيادة التنظيمات الإرهابية بعد انحسار، وتستغل خسائر داعش أيضا ببلدان بليبيا بالعراق ولكن أعتقد أنه مثلما أن داعش بسطوتها وجبروتها تدحرجت وضربت في العمق، لا أتصور أن القاعدة ستكون أقوى من داعش. المسألة الآن هي في مرمى يعني الدول في شمال إفريقيا وأيضا في العالم العربي. المسألة هي أنه يجب التفكير في استراتيجية ناجعة يعني تستفيد منها الشعوب والحكام من الأخطاء السابقة في مواجهة داعش، حتى يتم محاصرة هذا الفكر المتطرف وهذه العمليات الإرهابية. ما قبل الخسائر، وكيف يعني كشف القناع عن هذه الجماعات المتطرفة، ليس الحال كما هو الآن بتاتا. ما الذي سيجعل الشباب تجند مع القاعدة هذه المرة؟ يعني الشباب الذي سيجند، أولا سعى من حيث الكم هناك نقص كبير، ولعل هذا ما أفزع داعش وأفزع كذلك القاعدة. هي أرادت أن تقوم بعمليات نوعية كالتي تحصل هذه الأيام وآخرها في بنغازي هذا اليوم، حتى تجلب أنظار
بعض الشباب الذين يبحثون كما قلت عن قضية وعن يعني أفكار ينسقون وراءها وتنفيذ لعملية إرهابية. ولكن اليوم عملية التجنيد أصبحت صعبة وبطبيعة الحال هي لن تنتهي، هي صعبة لأنها لأن الكثير من الذين التحقوا بساحات القتال عبر داعش أو عبر القاعدة وخاصة داعش اكتشفوا زيف الأفكار والأطروحات، وأن هذه داعش التي كانت تبشرهم بخلافة وتبشرهم بأوضاع اقتصادية ومادية يعني جديدة. نعم، هذا ما بالتحديد هذا ما قصدناه من السؤال. واضحة الفكرة، اعذرني انتهى وقت هذه المداخلة. من تونس دكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة، شكرا دكتور علي.